على هامش قمة مجموعة الـ20 بمدينة أوساكا اليابانية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا في هذا الصدد بالمشروعات الهامة التي يتعاون بها البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.